كما كتشوفوا الحاله شويه صعيبه. الحمد لله انا كاين الدراري اللي جاوا من مراكش، الدراري ديال الدوار، شكرا لكم بزاف، قاموا بالواجب اكثر. لقينا مشكل في الخبز ولكن الحمد لله الدراري هما جابوا كل شيء. المشكل الوحيد اللي كاين هو انني ما شفت هنا السلطات كاع، ما بانوش ليا. الناس راه هنا عايشين في البرد، في الزنقه، في الخلا. مهم، هما الدراري كيحاولوا، اللي يقدروا يعاونوا راه غادي يعاونوا، واللي يقدر يعاون بشي شنو خاصين؟ خاصينهم القياطن، خاصين الغطاوات، حيت هنا درجه الحراره راه نزلات، راه كاين البرد بزاف. كاينين الناس اللي مراد اللي خصهم الدواء ديالهم، كاينين الدراري الصغار اللي خصهم لي كوش والحوايج. حنا دابا وصلنا 7000 واحد، الناس راه لابسين 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 الحوايج سخان، والحمد لله زعما الماكله كاينه، راه صيفطوا الناس وحنا تقدينا وكل شيء، ولكن اللي خاص هو المأوى، اللي هو لي طونط، الخيام، باش الناس يقدروا ينعسوا. ما يمكنش الناس يبقاو ناعسين في الخلا، حيت انا هذا الشيء اللي شفت. مشكله العائله، العائلات هما العائلات. شحال من عائله دابا في الزنقه؟ عائله دابا في الزنقه، ناعسه في الزنقه، حتى واحد ما ناعس في الدار عنده في مولاي ابراهيم كامل. كاين شي واحد. حيت ما يمكنش، الناس خايفين، الناس كلشي خايف. هانتوما كيما كتشوفوا، انا غادي نخرج باش نوري لكم الناس لبرا، عائله ديال الضحايا. دير لي ان فلاش خليكم معايا، غادي شوفوا الناس فين كاينين. ناعسين في الزنقه، ما كاين حتى شي حاجه، يعني الناس مساكن ناعسين في الزنقه. خصكم تجيبوا لهم الخيام والحوايج والمنطات والماكله. حنا حاولنا نعاونوا باللي قدرنا، ولكن راه هادشي ما هادشي اللي كاين، هادي هي الحقيقه اللي كاينه، ما كايناش شي حقيقه اخرى. هادي هي الحقيقه، الناس مساكن ناعسين في الزنقه. الله يجازي بخير الدراري مساكن ديال الدوار اللي طيبوا لهم بعدا شي حاجه، والحمد لله الناس بزاف تعاونوا معنا باش قدرنا نجيبوا الماكله والشراب وكل شيء، ولكن راه الناس باقي ناعسين في الزنقه. ما بغيتش نصور الوجوه، ولكن غير نوريكم. لا حول ولا قوه الا بالله. عفاكم، بارطاجيو اللايف، واللي يقدر يعاون يعاون، وصيفطوا ليا الماري ديالكم. اللي يقدر يعاون بالمنطات